إذا سمحتي ست ناهد، تفضلي وياي. خير، لوين بدك تاخذها؟ الرفيق محسن رايدها بكلمتين، تفضلي. حتأخر؟ ما أعرف. تفضل. ناجي، لحق ناهد. ناهد وين أريش؟ استدعاها المكتب الأمني. الأمني؟ وين؟ تحت بالأبو. شلون عمك الرفيق الدكتور عبد الكريم؟ بخير الحمد لله، صحته منيح. انتو كصحفيين ترفعون الراس، وخاصه دفاعكم عن قضايا الامه. استاذ ناجي، تقاريرك اللي قدمتها بالفتره الماضيه اثارت اهتمام المسؤولين. بتشكرك كثير سياده العميد. ممكن اعرف بس شو اللي صار؟ استاذ ناجي، مثل ما تعرف احنا ندافع عن الامه العربيه ونيابه عن الجميع، وإن شاء الله منتصرين ورح ننتصر. فماكو داعي نحكي ونقول فساد المسؤولين ما فساد المسؤولين. إيش تقصد ست ناهد؟ أنا أعرف قصدها شنو. تقصد إنه أكو أحد يبيع الدواء، الدواء اللي نحصل عليه من مذكرة التفاهم. أكو واحد يصدق هذا الكلام يا أستاذ ناجي؟ أنا أبكد لك إنه في خطأ بالتقرير، إن شاء الله ما بيتكرر. أستاذ ناجي، أتمنى أن تعرفون إحنا في هذا الوقت الحساس من تاريخ الأمة أن تكونوا ويانا يا أخي، مثل ما شعوب العالم كلها ويانا دا تتظاهر مع العراق. بالتأكيد بالتأكيد، نحنا بهمنا العراق مثل أهله أكثر. أنا بعتذر عنا بالنيابة عنا. أتمنى أنه ما يتكرر هذا الخطأ، أكيد جماعتك هسا قلقوا عليك. سيد ناجي، مكتبي بخدمتك 24 ساعة، اي شيء تحتاجوه انا موجود. طيب بخصوص ناهد شو راح يصير؟ ست ناهد راحت مشوار وما تتاخر، ترجع ان شاء الله. مكتبي بخدمتكم 24 ساعه استاذ ناجي. شكرا استاذ ناجي. نعم. اذا تحب نغير غرفتك بغرفه بصف الغرفه مال الست ناهد، هم ما عندنا مانع. شكرا. اهلا وسهلا. طلع الحاسب. وادي يا ستي نمرة صوت. الو. ايوه حق، ازيك وزي البنات عاملين ايه؟ الحمد لله تمام يا استاذ صوت، بس انا قلقانه قوي على ناهد وصحتي مش مساعداني. لا يا حبيبتي، انا عاوزك تطمني على الاخر. انا تقريبا بكلمها كل يوم، هي كويسه وزي الفل، اطمني انت. صحيح. طب ممكن اوصل لها رساله كده وشويه حاجات؟ ده كلام برضو يا ماما. طبعا يا حبيبتي، انا بكره هبعت لك السواق لحد عندك في اسكندريه، اديله اللي انت عاوزاه. وارجوك يا ماما، اي حاجه تحتاجيها اتصلي بيها فورا. طبعا طبعا،
ربنا يحميك لشبابك، ربنا يحميكوا كلكم. طيب مع السلامة. مع السلامة. طمنتي يا ستي؟ قولي لي بقى حاجة ايه اللي انت هتبعتيها لناهد؟ شوية اكل وحاجات يقووها، مش شايفاها ممقوطة وضعفانة ازاي؟ اكل يا ماما اكل. انت ناوية تضحكي اصحابها عليها ولا ايه؟ بس اسكتي، انا عارفة انا هعمل ايه. وبعدين انت ناسي ان اصحابها دول ياما اكلوا وناموا هنا في بيتنا. على راحتك يا ماما، معاكي حق.